تماشياً مع أهداف وزارة الثقافة في تشجيع الفنون واكتشاف المواهب، قدم مشروع الحاضنة الموسيقية عرضاً فنياً في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. حفلنا راح يكون لسكشن الآلات النفخية، براس سكشن. ففي عنا مجموعتين، واحدة بتقدم جزء من موسيقى الشعوب ومجموعة أخرى بتقدم رباعي ترومبون. والفكرة الجديدة طبعا هذا الموسم الثاني من حفلات الحاضنة، راح يكون بدمج المجموعتين مع بعضهم في نهاية الحفل. موسم الحفلات الثاني للحاضنة الموسيقية، ومن هون للشهر الثامن راح يكون في لسه عنا مجموعتين من الحفلات. هي فرصة كتير كويسة لحتى يكون في استماع بين العازفين لزملائهم. الفرق الكبيرة غالبا بيكون المسؤولية موزعة بين العازفين، أما هون بيكون في عازف واحد لكل آلة، فالمسؤولية كتير مركزة وكتير حساسة. المشروع قدم لوحات وترية كلاسيكية فردية وجماعية متنوعة من آلات النفخ النحاسية والبيانو والتشيلو بمشاركة عدد من الموسيقيين وبعض خريجي المعهد العالي للموسيقى. خصوصية المجموعة نحن أنه كل فرد بهي المجموعة هو عازف منفرد، يعني خلينا نقول أنه أي عازف من هدول العازفين أو الموسيقيين الموجودين على المسرح هو عليه مسؤولية كتير كبيرة لحتى يقدر يؤدي العمل المعروف للعالم بسوية عالية، فالمسؤولية عليه كتير كبيرة. وهذا الشيء اللي عم تحاول مشروع الحاضنة الموسيقية عم يحاول انه هو يرعاه ويتابع معه، بحيث انه هاي المجموعات تم يعني تحافظ على سويتها، تحافظ على المكان اللي هي واصلت له من تمرين بالأداء. فرصة كتير حلوة لنا نحن تحديدا خريجين الجداد انه نضل على تواصل مع آلاتنا، بالتحديد انا آلتي آلة سولو، فكتير مبسوطة اني أشارك المسرح مع باقي العازفين. وموسيقى الحجرة حقيقة هي كتير مهمة أنا بالنسبة لي، ويعني دائما الشخص بده يسمع حاله يكون متمكن من دوره، بالإضافة لأنه دائما بده يكون مركز مع الكل. نحن مجموعة صغيرة مو مثل الأوركسترا، فكل آلة هي آلة سولو، بنفس الوقت نحن أنسامبل كبير. خطوة هادفة لرفض الحياة الفنية بأنغام تعزفها أنامل الشابة ودعمها وتوفير أسباب الحياة والعمل لمحترفيها.